صباح النور، صباح الفل والياسمين مشاهدي تلفزة تي في. اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بكل مشاهدينا اللي اختاروا يعديوا معنا الصبحيه كيما كل ثلاثة وجمعه 8:30 متاع الصباح. دونك برنامج خلينا ماتينال يتجدد معاكم، نتواصلوا معاكم بالمواعيد الثقافيه والمواعيد الفنيه. اليوم باش تكون حاضره معنا الفنانه لطيفه العويني، باش نحكي معاها على مسيرتها جديدها وانتاجاتها، كيما زاده وفاء اليوسفي نصور استنستوا بها كيما هي زاده استنست بيكم ستيليست موديليست. كل مره نحكيوا موضوع، اليوم باش نحكيوا على السيدات الجميلات كيفاش نجموا نكونوا انيقات وكيفاش زاده نطبقوا ليتيكيت في اللبسه نتاعنا. هذا باش يكون موضوعنا. ما تنساوش الشيف امين بن عيسى اللي ديما يودكم بلي غوسيت الخفيف، الغوسيت البنينه اللي ديما ما تنجموا كان ترحبوا بها وترحبوا بالنجاحات نتاعها. سينو ما تنساوش الفقرات المتنوعه كيما فقره المحيط، فقره الحكواتي، اخر الحصه اليوم باش تكون عندنا اون تري بون ادريس ليكم انتم تنجموا كان تزوروها هكا وتعملوا عليها طلعه اللي هي دار سلمى. هذا هو كل معنا في خلينا ماتينال لليوم، برشا موسيقى حلوه وبرشا نصائح ثمينه. في تقديم برنامج كيما العاده معكم زينب قرقني بن شوق. جينيريك، راجعين تتفيته. رجعنا لكم جديد في خلينا ماتينال على تلفزة تي في. اهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تتابع فينا، مرحبا بالناس اللي ديما تحط لنا في لي كومونتير نتاعها على الباج اوفيسيل فيسبوك تلفزة تي في. عديد الفقرات المتنوعه في انتظاركم. بدايتنا باش تكون بالموزيكا الحلوه، خاطر الصبحيه ما تحلى كان بالموزيكا. هذاك علاش في الاطار هذايا سعيده جدا باستقبال الفنانه التونسيه لطيفه العويني. اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الامور. الحمد لله. الفنانين يقوموا بكري ولا مش ديما؟ نقوموا بكري في وقت اللي ما تبداش فما برشا خدمه ترقد بكري تقوم بكري، ترقد مأخر اوتوماتيكمون باش تقوم مأخر. انا برشا ما نحكيو لطيفه، ما هي نسلموا على شيف ونقولوا صباح النور شيف. صباح النور. صباح الخير زينب، صباح الخير اختي لطيفه. صباح الخير. في نشاط وحيويه شيف ولا كالعاده؟ لا لا ما فماش هذايا راقدين ولا مش راقدين. وقت الماتينال سي ماتينال، لازم نكون فايقين وحاضرين واون فور. فوالا، اش عندنا شيف اليوم غوسيت؟ والله روسيت اليوم سهله كما قلت انت كالعاده كلمتك الشهيره اللي هي عندنا سفافت، اما مش سفافت دي بروشيت معناها لحم مقصوص، باش نعملهم كيما الكباب. كيما الكباب باش نعمل فور تاع كيما الكباب باش تطيب في الفور كالعاده. وعندنا ان سامبل بوتاج معناها حاجه دي ليغوم هاشي مرح رابي، وباش يكونوا باش يطيبوا في مارميته وفيهم شويه كريم فريش. هذه هي روسيت اليوم. كاسيه لو صغيرات يحبوا كل يحبوا الجو نتاع الكباب ونتاع السفيفت، والكبار نحبوا السوب. يعطيك الصحه، مش لازم نقعد نشريو في المرقاز ونشريو في الواحده، وكان ناخذوا دي فيوند هاشي ودي فيوند بلون الوغ لازمنا نحسنوهم نحن بشويه فورمات ونحسنوهم بشويه ديكوراسيون باش الصغار كل ياكلوا، ما نقعدوش ناخذوا في ماكله الشارع كالعاده. فما حاجات سهلين فاسيل اي امراه تنجم تعملهم، ولا ان جون كويزيني كالعاده نقول نجم يعمل نجم يعملهم. دونك كالعاده نفقدوك كل شويه شيف. نعاودوا نذكروا السادة المشاهدين اللي لي زانغريديون اسفل الشاشه قاعده تظهر تو قدامكم ايتاب باغ ايتاب كالعاده مع الشيف امين بن عيسى. غو بونجور لطيفه، مرحبا بك مره اخرى في الماتينال نتاعنا. دونك فنانه تونسيه، الناس اللي ما تعرفكش كان تحكي لنا على روحك شويه، منين وقتاش بدا الغرام بالموزيكا، كيفاش كانت الاعمال؟ الغرام بدا انا صغيره بصراحه، ملي انا صغيره كيما كل برشا فنانين تقول لك انا كنت نلبس صباط اماما فهمتني، ونماكيج ونترا شنو، ولا نغني مع صحابي. انا الغرام انا صغيره يعني ملي انا عمري يجي 10 سنين، اما دخلت معناها كورال وكل جي عمري 15 سنه هكاكا. بعد
وليت من كوريست حبيت انا قريت موسيقى بيان سور فهمتني وطورت من نفسي واحد كل بعد قررت باش نحترف اني انا نولي نغني نغني في العروسات بيان سور شوي بشوي حتى جاتني الفكره اللي انا يلزمني نعمل انتاج انتاج خاص بيك انتاج خاص بيا فهمتني اول مره عملت ريبريس اللي هي يا حلاوتها يا جلاوتها عملت لها كليب طبعا عملت شويه نشوفوا الكليب هذا ومن بعد عملت مزيت كملت اغنيه اسمها هبني يا يوم غزالي كلمات وتلحين مراد بالخير اون باراليل عندنا شاعر حلو ان شاء الله تكتشفوه معنا معايا انا اللي هو انيس بن نصر عمل لي كلمات وباش يلحنهم ان شاء الله الفنان الحلو المتميز خونا وصديقنا عنا خونا وصاحبنا وزميلنا وصديقنا الحلو والفنان المتميز احسن المحجوبي ان شاء الله باش يكون هو باش يلحني الاغنيه الثالثه وان شاء الله الانتاجات ان شاء الله الانتاجات به برشا انه الفنان يكون شامل والفنان انه كما قلت انت يطور من نفسه انه يعمل انتاجات خاصه يا حلاوتها حلو برشا الكليب شفنا كل الجلوه وكل العادات التونسيه والعروسه اللي في وسطكم وكل الجو التونسي خلينا نقولوا العادات والحنه والحرقوس سامحني هو راهو الكليب عرفتك اني من لا شيء عملنا منه شيء تحيه كبيره لخويا وصديقي وعشرة سنين وعمر برشا بالحق شادي المحلي اللي هو صوروا اخرجوا يعطيه الصحه بنات صحابي ذوك ما اللي ترى فيهم كلهم الفرق النسائيه تحيه لكل الفرق النسائيه في الموجودين على الساحه منهم نوبه حسن فرقه عزيفه بنزرت تحيه كبيره لهم تحيه ليها كبيره خاطر وقفت معايا بالقدا جاوا بلبساتهم محلاهم نوروني وشفت الكليب محلاه كليب حلو برشا سيد المشاهدين بعد شويه تتفرجوا فيه اما هي تقبل الحفل والجو تو الشيف قاعد عامل امبيونس وكيف انا نحب الماكله راني فوالا دونك اما في ريجيم لازمنا نزهيو شنو رايك لطيفه كان نسمعوا هكا مخسو اكستري من الاغنيه يا مولى الجنحان الطاير الطاير هي اغنيه عليا الله يرحمها انا نحب برشا عليا نحب عليا ونحب نعمه ونحب صالحه نحب خاطر احنا هذوك ما الناس اللي خدمت الفن وخلت لنا تراث احنا نخدموا به دونك يا مولا الجنحان الطاير برسك تنسيت قليل وين يحطوها في التلفزه الوغ انا حبيت تكريم لروحها تحيي الحاجات المزيانه الزمن الجميل نعود ذكر السيد المشاهدين ما تغنيش كان تونسي تغني شرقي وخليجي زاده ولي ما شاء الله شامله الحمد لله هات نبداو بتونسي احلى انا الصبحيه ما تحلى كن بلومبخان تونسي كنت بتونسي نجمو نغنيو شرقي ونجمو اما هما شرق احتراماتي ليهم ما يغنيولناش برشا التونسي نتاعنا احنا نحبوا نحيوا الاغنيه التونسيه وتو كي تفرجوا اكيد في العالم العربي والمواطنين بالخارج يتفرجوا يتفرجوا في اغنيه تونسيه خاطر متوحشين الاغنيه التونسي تسمعوا حتى في فلاش ديسك في على اليوتيوب يحبوا برشا انه يعيشوا الاجواء التونسيه اما تحب مادام شيف معانا اكلات تونسيه محلاها وكل متطور هو شويه اما روح تونسيه روح تونسيه نعملوا حاجه يلا اغنيه تونسيه يا مولى الجن حان الطاير خذ ضماير خبرها لي يا مصاير يا مولى الجن حان الطاير خذ ضماير خبرها لي يا مصاير يا مولى الجن حان الطاير يا مولى الجن حان الطاير آه خبرها ليا يا مولى الجن حانك حيلة قولوا المحبوبي قولوا المحبوبي يا ويله يا مولى الجن حانك حيلة قولوا المحبوبي قولوا المحبوبي يا ويله ناسيني يا مقوى حيلة ناسيني يا مقوى حيلة على ريدي سمح اللي بشاير سمح اللي بشاير
يعطيك الصحة، يعطيك الصحة ميرسي على الأغنية ذي الترابية الحلوة اللي بالحق كما قلت أنت لطيفة تحلى الصبحية كان بالنغمة التونسية اللي ترجعنا الحنين الماضي والزمن الجميل. أكيد زمن عشناه ياسر حلو برشا، ونحبوا الجينيراسيون اللي بعدنا نحاولوا نطوروا فيه، لكن نحترموا الأغنية ما نخرجوهاش من الإطار متاعها، نخليوها في إطارها. أنا عملتي حلاوتها جلاوتها كما هي. تحية لجماعة الكابون الكل على خاطر هي من خارجة من الوطن القبلي. تحية لهم، تحية كبيرة لهالينا في الوطن القبلي. يعطيك صحة لطيفة. الحقيقة محليه الزهو وترب، ومحليه قال لك إذا لقيت الزهو وترب لا تبدل لا بشقا لا بتعب. كلمة الختام قبل ما نسمعه وبليتو نشاهدوا الكليب نتاعك اللي هو يا حلاوتها واللي حلو برشا واللي حكينا عليه برشا، أكيد الناس تشوقت أنها تتفرج أكيد. فيه دونك باش نعديوه بعد بشوية، جست نعطيك كلمة الختام. نشكر الساعة سنتر لفيفي مدام فاتومة على المكياج ومدام ألفة على الفوزانجل. نشكر أنت على رأس القائمة الاستضافة، التقنيين محليهم. نشكر شيف أمين عيسى، فما برشا ضيوف محليهم زيدا باش نشوفوهم بعد. نشكرك انت على الحضور، ميرسي على قبول الدعوه، مرحبا بيك في كل وقت وين ما يكون عندك انتاج، لانه ما نجمو كان نشجعوا التوانسه اللي كيفنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الاغنيه الجديده اللي هي هبني يوم غزالي هي حاضره، مازال لها ممكن فما مشروع كليب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي بالتوفيق ليك لطيفه، وان شاء الله الدنيا من حسن الى احسن. يعطيك الصحه. نخليكم السادة المشاهدين مع كليب يا حلاوتها، كليب حلو برشا للطيفة العويني، بعدها بيبليسيتي، نرجع لكم بعد البيب. صافر جيتها يا حلاوتها.